سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الذكر الجلع عاملين ايه معاكم؟ مستر احمد واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. اسفين يا جدعان على ان احنا ما بقيناش ننزل ليج اوف ليجندز كل يوم زي زمان، ولكن رمضان جو مختلف تماما. مش عارف اظبط بصراحه ان انا انزل ليج اوف ليجندز كل يوم، بالذات ان النت لسه مظبوط عندي مش مظبوط قوي، يعني البينج 94، انا البينج عندي كان 69 70، فكان البينج حلو. ما علينا، مش مشكله. عملت اضاءه جديده يا جدعان في الاوضه، اضاءه كامله، يعني الاوضه دلوقتي بقت اضاءتها 100%. فعايز اقول لكم كده، ايه رايكم في الاضاءه الجديده؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ انتوا عاملين ايه يا جدعان في رمضان لغايه دلوقتي؟ ايه اللي حصل معاكم؟ الشهر ماشي ازاي؟ قضيين صيامكم في ايه؟ يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. اشتركوا يا رجاله في الجيف اواي، الجيف اواي فاضل عليه 9 ايام، فيا ريت تشتركوا فيها يا جدعان، ويا رب يكون حوار الجيف اويز والكلام ده عجبكم بامر الله. ناس كتير جدا يا جدعان كلمتني قالت لي مستر احمد اعمل لنا جايد لداريس. انا بصراحه مش عارف اعمل جايد لداريس ازاي، لان داريس شامبيون. مش هقول لك اعمل 1 2 3 وتعمل وخلاص، او مش شامبيون، بيعتمد على الميكانكس، هو بيعتمد اكتر على الديسيجن ميكنج بتاعك وخبرتك في اللعبه بيه. يعني هو الكومبو بتاعه سهل، كل حاجه سهله، هات البلاد بتاعك، اسحب اضرب بيزك في دبليو في كيو والبلاد اتعمل خلاص، اضرب التيميت. اللي قدامك بيبقى منتظر ان انت تلبس الاتاكات، هينسحب داون فايت لان انا معايا مينينز فهدمج عليه جامد قوي. هو عبيط، معرفش هو بيعمل ايه بصراحه. انا لما بعمل يا جدعان 4 ضربات ومن غير الخمسه واروح ضرب التيميت، عشان قدامي مستني فلاش، بيبقى مستني يعمل اسكيب بتاعته، فانا ببوظ له الخطه بتاعته بمعنى اصح. هلا هلا، فما تستغربوش يا جدعان، ما تستغربوش. اكيد انا عارف ان انت لازم تعمل 5 ستاك الاول. والله انا هموت. اوه ماي جاد، نايس. ماستر ايه طالع لي حالا، انا متاكد من الموضوع ده. انا عملت فلاش برضه، يعني انا رستي قوي والله. يعني انا الجيم ده اول جيم ليه من 3 ايام او من 4 ايام، من 4 ايام. طيب جبنا اول كل الحمد لله يا جدعان، عملنا بيت على فولي مستني ماستر ايه يطلع له، وفاكر ان الباسيف هتخليه يهيل، بس انا معايا اجنايت. عشان كده حاجه يا جدعان مهمه قوي بدرس، امتى تاخد اجنايت وامتى تاخد تيليبورت. ده بلاي ستايل وده بلاي ستايل تاني خالص. لو عايز تكسب اللين وتلعب وهتلعب اجريسيف جدا فاخد اجنايت. لو عايز انت مش متاكد يعني ان انت هتكسب اللين بنسبه كبيره، خد تيليبورت عشان تنزل تروم في البوت لين تاخد كلاي او اتنين. فانت بتلعب باسيف يبقى خد. هو كده هيعمل عليه دامج اعلى طبعا. اوكي لسعناه بالشت، هيعمل دامج اعلى ليه يا جدعان؟ عشان الويفه معاه، احنا في اللو ليفل، المفروض ناخد بالنا من الحاجات دي قوي. انا عايز السعه وعايز السعه. اوكي مش مشكله. فانا بس بصراحه بحب الستايل اللي هو لعب باجنايت، لان بيجيب من الاخر. الفيرست بلاد ما كناش هنعرف نجيبها لو معناش اجنايت، لان الباسيف بتاع فولي كان هيسد. اوكي ماي باد، ما كنتش عارف ان هو هيرمي الاي كده، بس مش مشكله. غلس غلاسه، غلس فعلا، يعني تشامبيون رخم. خلينا نرجع نجيب اول البلاك كليفر. قولوا لي يا جدعان انتوا بتحبوا انواع الفيديو تكون عامله ازاي؟ متمنتشه جامد قوي، يعني الفيديو مدته قصيره قوي، مثلا 8 دقائق 10 دقائق بالكتير، ولا بتحبوا الفيديو يكون متمنتج نص ونص، يعني فيديو مثلا 15 دقيقه الجيم متاكل منه الحاجات اللي ملهاش لازمه بس، ولا بتحبوا الجيمات تبقى فول جيم؟ انا الفول جيم ما بعملش فيه اي مجهود، فانا حاسس ان خير الامور الوسط، ان انا منتج الحاجات اللي ملهاش لازمه بس، ولكن اي حاجه انا بقول فيها كلام مهم او كلام انتوا عايزين يعني تسمعوه فاسيبه افضل. طيب فولي بير في التوب لين دلوقتي يا رجاله. الراجل مخضوض مني، انا فارمي اعلى منه، اعتقد ان هو هيبتدي دلوقتي يضحي بالمينيز عشان خاطر ما يموتش، او فعلا بدا يجري وبتاع. خدنا انفيرنال دريك هينفعنا جدا. الجيم ده شكله جيم حلو بامر الله يا جدعان. تعال يا حبيبي نقدر نموته هنا ان شاء الله، مش مشكله نبوب الاجنايت. هو مات، الراجل ده كمان هيموت ان شاء الله. بتعمل ايه؟
بتعمل ايه بس؟ بتعمل ايه؟ طيب انا ما كنتش عايز فلاش بس لقيته هيموتني فشكرا يا سيفير شكرا. لقيته هيموتني فقلت ان ملهاش لازمة. الفكرة ان انت ليه ما تحاولش تضيع فلاش على قد ما تقدر؟ لان الجانجلر بيكامب عندك لما يلاقي ان انت معكش فلاش. دي حاجة ممكن في اللو ايل الموضوع ده مش فاهمينه قوي بس الجولد وانت طالع بيبقوا فاهمين الموضوع ده. فهو بيكامب اللين اللي معهاش فلاش. طيب انا دلوقتي كداريس يا جدعان اتعلموا ما تبقوش ماشيين اوتو بايلوت كده. يعني الجيم هي اللي ممشياكوا. انا دلوقتي يا جدعان كسبت التوب لين الحمد لله 3-0. ابتدي بقى بوش ميد لين عشان اضيع فارم على الميد لينر اللي قدامنا وانزل اساعد في البوت لين. بقى لازم ما تبقاش كده ايه اوتو بايلوت زي ما بتمشي تمشي. داريوس رجاله تشامبيون من الشامبيونات اللي بتكسب ايرلي قوي. يعني هو كويس جدا في الليت بس هو في الايرلي لازم عامل زي ازريل كده. في الايرلي لازم يكون حاطط على الفريق اللي قدامه قوي. يعني صعب ان انت تعمل كامباك بداريوس. يعني مش بالسهوله دي. مش زي الشامبيونات اللي بتسكيل ليت جيم. بس هو تشامبيون قوي قوي ويعني مفيش بالانس خالص بصراحه في الايرلي. انت ممكن تجيب تريبل كيل بليفل 1 بالباسيف بس بتاعتك. لازم تتعلم ان في 3 سايدز في اللين بتاعتك. ده السيف سايد اللي هو من اول هنا لغايه التاور. ده الميد سايد من اول هنا لغايه هنا. ده بتقدر ترجع. انما الدينجر اللي هو بعد هنا اللي هو بيبقى عامل بوش جامد قوي. فانت لازم تتعلم تلعب في الثلاثه دول. انا بص انا هخلي المينيون على قد ما تقدر ما بوشش علشان احاول اخليه يطلع في الدينجر زون بتاعه هو. انا ماستر ايه كده مفيش واردات. مش حاطين واردات كويس. انا المفروض اجيب بينك وارد دلوقتي. طيب ماستر ايه ممكن نجيب ماستر ايه. ده اللي بتكلم فيه ده اللي بتكلم فيه. او بوي كان ممكن اجيب ماستري. ده اللي انا قلته بالظبط يا جدعان وما نفذتوش. يعني انا قلت لكم اكيد ماستري هيطلع لي وما نفذش اللي انا قلته. بس مش مشكله كنت متخيل ان انا هقدر اهرب. بس زي ما شفتوا يا جدعان انا قفشت هنا كده في الحته دي. لو كنت ملتزم ان انا واقف في السيف اريا ما كنتش هموت. فسبحان الله يعني اللي انا قلته اتنفذ ضدي بالظبط لان انا ما عملتش اللي انا قلته. جبنا اهم ايتم وهي البلاك كليفر. انت عندك تو او عندك بلدات كتير مش اتنين بس خلينا نقول ان البلاك كليفر بتجيبها قدام التنكات. تقدر تجيب ترينيتي فورس. ايه اللي انا عملته ده؟ تقدر تجيب ترينيتي فورس قدام الناس السكويشي. تعال والله ما مزعلك. مزعلك ليه يا حبيبي؟ تعال تعال. مات. شوفك على خير يا اسطى. ده ميزة الإجنايت. طب باسيف بقى مش باسيف مش هتشتغل معاه. ده بقى يا جدعان التليبورت. يعني انا دلوقتي كسبت التوب لين بسبب الإجنايت. لو كان معايا تليبورت ما كنتش هعرف اجيب الكلاية بس كنت هلحق البوت لين. العب بالستايل اللي انت بتكسب بيه. انا بحس يا جدعان ان انا عشان اعمل جنج للبوت لين. يعني انا لو بلعب مع الفريق بتاعي ايجيبشنز كنت اكيد هاخد تليبورت اكيد عشان هيبقى فيه كوميونيكيشن. انما انا متاكد مش هيبقى فيه كوميونيكيشن في السولو كيو. انا مع ناس ما اعرفهاش. فخلينا نكسب اللين احسن وندومينيت وبعد كده نبقى ننزل نساعدهم في التيم فايت. خلينا نبوش ميد ناخد التاور. ده الروتيشن بلاش يبقى اوتو بايلوت. لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه. لازم تبقى يعني ما تبقاش الجيم ماشيك كده تلاقي فايت في الميد تروح تلاقي فايت في التوب تروح. لا لازم تبقى انت عامل بلان وبتمشي عليها. ده اهم حاجه بداريس لان داريس فعلا في الليد جيم لو انت مش واخد اوبجكتيفز ايرلي هتتبهدل. صحيح يا جدعان انا مشغل التكييف لان الجو ودرجه الحراره حر جدا والتكييف بيعمل دوشة رهيبة. فاعذروني لو حاسين ان جودة الصوت سيئة او في زن ورا. اوكي طب يعني حد يا رجالة يقفل. طيب اوكي نايس. نايس. نايس نايس هيل نايس هيل نايس هيل. اوكي نايس يا سيفير. انا كان كل اللي في دماغي ان انا احط الاجنايت عشان اوقف الباسيف. ده كان كل اللي في دماغي بس نايس اتعملت حلو قوي. في ريسك شويه ان انا انزل بس ممكن انا اخد كوادرا كيل والله. فيها ديسيجن صعب قوي اللي انا بعمله ده. انا ممكن اتقفش بلاش. باي. اوكي
Oh my god. ما لحقتش. انا كنت عايز القط البت نامي بس انا غلطت بصراحة. تعال. نايس. ماتت. اصحى للكلام. نايس. جنايت. موتي والنبي. او ماي جاد. هتموت. شت. هيلت نفسها. اوكي. جيم كويس جدا والله يا جدعان. طب يا رجالة انا مش عايز اخلي الفيديو فيه اكتر من جيم عشان الدنيا ما تتلخبطش. بس اوعدكم ان انا هنزل لكم كتير الفترة الجاية. ولكن علشان تشجعوني ان انا انزل كتير نقدر نوصل الفيديو ده 1500 لايك. نرجع للشغل بتاع زمان. وانا اوعدكم يا جدعان زي ما انتم شايفين كده بحاول احسن من السيت اب على قد ما اقدر وعملت اضاءه وبتاع. لغايه هنا يا جدعان نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو لسه ما اشتركتش في الجيف اوي اشترك في اللينك بالديسكربشن. 200 دولار ار بي جيف اوي. فاضل 8 ايام بالظبط على الاعلان عن الاربعه الفائزين. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب تشغل جرس النوتيفيكيشن تخش الديسكورد سيرفر بتاعنا عامل كوميونتي حلو جدا ليج اوف ليجندز. لو انت بتلعب لوحدك هتلاقي ناس كتير جدا تلعب معاهم في الديسكورد سيرفر. واعمل لايك على الفيسبوك بيج للالعاب هتعجبك جدا بننزل عليها حاجات حلوه. بس كده رجاله الى فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم مستر احمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.